معاكم عجوز منقي واسعد الله مساءكم بكل خير. فيديو جديد في يوم الثلاث 22 نوفمبر. ورجع لكم تاني نعمل فيديوهات بعد سهر طويل. ما كنتش بمشي ناحيه البحر واعمل رياضه. كنت انا مشترك في الجيم. كنت عايز اقول الحياه حلوه وتحب من يحبها. احلى حاجه تعملها في اسكندريه انك انت تعمل رياضه المشي جنب البحر. احلى حاجه تعملها في اسكندريه انك انت تعمل رياضه المشي. مش معنى انك انت تشترك في الجيم مثلا سهر سهرين ثلاثه تروح انت ما شفت وسط البحر او ما تعملت الرياضه ناحيه البحر. ففي علم النفس بقول لك من الصحه النفسيه انك انت تغير صحتك النفسيه بالكامل. لازم تغير صحتك النفسيه بالكامل. رحت الجيم، رحت في الدنيا البحر، اعمل رياضه. لان مش معنى واحد يشترك في جيم من الجيم للبيت او من الشغل للبيت فتحس بملل. ولازم الواحد يعيش حياته مع البحر، لان البحر بيعالج صحتك النفسيه والمزاجيه وبتشيل عنك ضغوطات الحياه. واشتركوا في القناه واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس.